العميد خالد عكاشة الخبير الأمني المعروف طبعا، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب. سيرة العميد، مساء الخير. مساء الخير لحضرتك يا استاذ عمرو والساده المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة العميد، يعني وإحنا النهاردة بنتكلم عن حادثة نيوزيلندا، لسه لم تتضح الصورة بعد فيما يتعلق بحادثة هولندا، يعني من نيوزيلندا إلى هولندا يا قلبي لا تحزن زي ما بيقولوا. صحيح. يعني المؤشرات بتقول إنه حادث هولندا حادث ربما جنائي إجرامي وليس إرهابيا، ومع ذلك فرضية أن يكون الحادث إرهابي يعني موجودة بنسبة أو بأخرى. يعني شايف إزاي الحالة في الدول الأوروبية بعد حالة أو بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي؟ يعني الحقيقة أنا هتفق مع حضرتك. منذ قليل كنت حضرتك بتذكر أن أصبحت الآن معظم الدول معدتها الأمنية الحقيقة على المحك. يعني النهاردة إحنا قدام بلدين ربما كان كلا البلدين كانوا خارج مدار التهديد طوال السنوات الماضية، والنهارده هم بيظهروا بقوه. ويعني الحقيقه حتى لو حادث هولندا تبين انه ليس له خلفيات ارهابيه، لكن يكفي ان قوات مكافحه الارهاب كانت موجوده منذ اللحظه الاولى. انا كنت بتابع الحقيقه من اول ظهور اول خبر على هذه الحادثه. هولندا كلها انزعجت بشكل كبير جدا. هي خلال الايام الماضيه كان العاصمه امستردام كانت بتشهد مجموعه من الاجتماعات الموسعه، كان هناك خشيه كبيره جدا ان يكون هناك انتقال لمساله اليمين المتطرف ان هو يستنسخ عمليه نيوزيلندا في اي شكل من اشكاله على الاراضي الهولنديه. كان هناك خشيه من ردات الفعل من جاليات مسلمة بشكل كبير بتقيم في هولندا. كان تكثيف أمني عالي المستوى، وصل إلى حد الدفع بقوات إضافية إلى مقر الحكومة، وكان هناك اجتماع طارئ للحكومة الهولندية استمر لنحو ساعتين لمتابعة الحادث ظهيرة اليوم النهاردة. الحقيقة كل الإشارات دي يعني بتضع الحقيقة الجميع النهاردة على المحك من حيث التهديد، و يعني هناك موجة عاتية من الاحتقان بتشهدها كتير جدا من المكونات. معالي الوزيرة منذ قليل كانت بتتحدث عن الجالية المصرية اللي موجودة في نيوزيلندا، النهاردة احنا بنتحدث بعديها بساعات عن جالية مسلمة كبيرة لا يستهان بها عدد قدر بالملايين موجود في هولندا يحمله الجنسيات التركية والمغربية و البعض مصرية وشمال إفريقيا ومجموعة من الدول الأفريقية لها رعاية ومهاجرين موجودين هناك. هذه المكونات الحقيقة أصبحت الآن في حالة من التوتر الشديد جدا أن يكون هناك عمليات وعمليات مقابلة، ردات فعل ربما تهدد تهديد حقيقي وتدخل بمعادلة الإرهاب الحقيقة لمستوى أنا برى أنه هو ربما يكون أشد خطرا الحقيقة وأشد صعوبة وتحدي بالنسبة للأجهزة الأمنية، لأن دي خرائط يعني لم تتضح معالمها بعد. يعني أصعب من كون أن الأجهزة الأمنية تجابه تنظيم إرهابي بعينه، معلوم تحركاته إلى حد ما، متابعة وملاحقة عناصره، لكن مسألة أن يكون هناك رغبة في الانتقام أو الثأر أو ردات الفعل ده بيشكل حقيقة معادلة صعبة جدا على الأجهزة الأمنية وتحدي طبعا كبير أمام الحكومات في تلك الدول. وده طبعا يعني بيذكرنا بالتحذيرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات حول الإرهاب، وحول أن الإرهاب لا وطن له ولا دين له، وانه مصر بتحارب الارهاب نيابه عن العالم. يعني كثير من المنظمات الحقوقيه كانت بتنتقد الحكومه المصريه فيما يتعلق باجراءات معينه، لكن يعني يبدو ان الحكومه كانت على حق في كل ما يتعلق بنظرتها تجاه الارهاب. يعني هذا صحيح، وكانت مستشرفه الحقيقه يا استاذ عمرو مبكرا
القيادة المصرية كانت شايفة إن كرة التلج الحقيقة اللي كانت بتتشكل وبتتكون في سوريا أو العراق أو في منطقتنا بشكل عام، في سيناء، في شوارع القاهرة، من قبل تنظيم الإخوان وغيره، يعني الإلحاح على الكراهية وخطاب التطرف وغيره من العناوين التي كانت الحكومة المصرية والنظام المصري منذ اليوم الأول يتحدث عن ضرورة تغيير الخطاب وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش. الدعم الكبير الحقيقة اللي قدمته القيادة المصرية لزيارة مثل زيارة بابا الفاتيكان لمصر والاحتفاء الكبير اللي حدث والتقارب اللي حصل ما بين مؤسسة الأزهر وما بين الفاتيكان حتى هذا اللقاء المهم الحقيقة اللي هو يساهم في تفكيك معادلة الاحتقان ديت، ذكر في بيان الأزهر المندد بحادث نيوزيلندا. يعني الحقيقة كنا بنشتغل على المعادل الأكثر موضوعية في أنه هو يجابه ظاهرة الاحتقان والكراهية والتطرف بشكل يحاول أنه هو يحاصر أخطاره بقدر الإمكان، وأن احنا نرسخ مسألة أن التعايش السلمي ما بين كافة الأديان، كافة الأعراق، كافة المكونات داخل وطن ما بعينه، بدلا من النهاردة ان كل الاحاديث النهاردة حوالين المهاجرين والمكونات والمكونات ذات الدين الاسلامي جوه مجتمع مسيحي او جوه اوروبا، او المهاجرين اللي خرجوا النازحين جراء مناطق الصراع وغيره. المعادلات صعبة، فكان من المهم ان احنا نشتغل مبكرا على ده. وانا اظن ان لا سبيل سوى الحديث عن هذه الأفكار السامية المحترمة حول ضرورة الاحترام للآخر بكل مكوناته وبكل مشتملاته، وأن نرسخ مبادئ سيادة القانون، وألا يكون هناك أي شكل من أشكال الاحتكام إلى السلاح أو العنف بأي صورة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.